38 فاصل بالمئة نتائج الانتخابات. الانتخابات فقد سجلنا على المستوى الوطني نسبة 8% الوطن. وبالتالي فإن النتائج النهائية هي وشفافية عبر 12% المتنقلة لم يتعد هذه السنة 166 هم بعدد 299 ملاحظ يمثلون 5 هيئات طموحاته دائما إلى الأسماء. جبهة التحرير الوطني 164 مقعد منها 50 ممثلين للنساء. التجمع الوطني الديمقراطي 97 مقعد منها 32 امرأة. تحالف حركة مجتمع السلم 33 مقعد منها 6 نساء. القوائم المستقلة 28 مقعد منها 3 نساء. تجمع أمل الجزائر 19 مقعد منها 4 نساء. الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء 15 مقعد منها 4 نساء. جبهة المستقبل 14 مقعد منها مقعدين للنساء. جبهة القوى الاشتراكية 14 مقعد منها 3 مقاعد للنساء. حزب العمال 11 مقعد منها 3 مقاعد للنساء. التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 9 مقاعد 3 منها للنساء. تأكد عليه الدستور الجزائري انطلاقا أساسا كل من يتكلم عن اختلالات أو عن نقائص اليوم لنا في هذه الدولة الجزائرية مؤسسة سامية مستقلة لمراقبة الانتخابات أبوابها مفتوحة ولكل الطعون. وعلى هذه الهيئة الدستورية أنها تعمل على التأكد منها وتعمل كذلك طبقا لقوانين وطبقا لصلاحيتها أنها تتخذ الإجراءات اللازمة.